ولدي لا يموت الحبيب قلبي في يدي، وانا ماشي نقلل نقلو الصدى نقلو. هذه البهيمه اللي ضربت السيد ابراهيم ازرهون، هذه البهيمه ديالو اللي كانت بها لونا ازرهون. ازرهون هي انا اللي الزوجه ديالو اللي هبط يطحن، طلع ضربته البغله، طلعت جبرته هنا مقعد، طلق لي العدو، طلق العدو وجبرته يتقيد الدم. هذه عيطنا الحديده بتو ما يابتو، ننطلق العدو معاه تقوزولو اللي يقول لي مقصح ما عنده والو، مستعجلات محمد الخامس. من بعد يوزوا له الراديو طلعوا لينا الكامه، ما يطلعوني للكامه يطلق لي العدو، ما قلت لا اجي اللي تسمى تشوفوا قيلوا صويرو ولا عملوا شي ليبرا ولا شي حاجه، يقول لي الصيد عندك مقصح، الصيد مقصح ما عندنا ما نقول، واش انت اللي تقصحت ما عليه والو، قد تقول لي الصيد مقصح وتلقطع شي حاجه يهدمه، هو اللي يطلق لي العدو ويتوطر لي بالكامه، يقول لي الله يرحم بابك يعطيني شي حاجه هد لي على الحرق، هذو اللي ما عندي ما نعمل لك انت مقصح ما لازبرشي. الساعده يبقى هذا يبقى شاد، كتبت له هذا كي نعيط له كتبت له الدواء، الدواء بقى شي حاجه قول لي خرج في حالك، خرجوني في حالي، ما خرجنا وطلعته في حاله، طلعنا الدار قالت لي وبدا يرتاح، مي عطيته الدواء ما عطيته له، بدا لي يتقيالي وتقيال من تما الدمايه يتم مرشوش، مي طلعته من الدار وهذه اللي طوطر لي ويتقيا ولا ذاكي عاود رديته لهم خلوني في الباب، قالوا لي ما عنديش حتى الكما في نقه لك الطبيبه ما مساليه لك شي، اودي السيد لي مثل ينطلق لي في الرحبه، نقول لي زادني الورقه اخرى يقول لي طلعوني الدار، طلعوني الدار ما عندي ما نعملو، السيد مقصح لي يقول لي ما عنده والو، السيد مقصح هو اللي يطلق لي العاده ويطبو طر المال شي لي نطه لي رشو والقرايد الماء نعمر ونخوي عليه، وهي لا تشوف فيا في الكما كيف نعطيه يشرب كيف نهرق عليه، عندها فينه الضربه، ويا قول لي انتي لا طحت الا ضربك شي واحد او طحت ما تبقاش مقصحه. من بعد طلعت في حالي هنا سقدوني نطلع في حالي به، ما طلعت نزاد على الحاله هنايا دالي يطلق لي العاده ونزاد على الحال، عيطت لخوتي ونخوتو جاو الدوالي دينا هنا تطوان السبيطار دار فلوس تم اللي يعملوا له العمليه قوسولو، هذه نص السبيطار شاون ما خدامش لا يتسمى، الله ياخذ فيها من الحق ينتقم منا اللي عندي ما نعود له. السيد لي مثل قالوا لي شي حاجه كصرتو لي نزيد به ديريك ولا كعيطوا لله بالله ولا شي حاجه كقولي لي له، ما يقولوا ليش طلعوا في حاله، الله ياخذ فيها من الحق وينتقم منا وما خدامين شي. هذا اللي عندي خليه الأربعة قولوا لي الله عندي ليلو في الثامنه واخر الله مع 11 عين مع 10 سنين العين مع 6 سنين فقط. احنا يعني احنا بنلقى اللي مش عندنا يا هبطنا من السبيطار، من السبيطار المرة الأولية قالوا لنا ردوه في حالهم ما عنده والو، ردوه في حالو الدار صافي ردوه في حالو، حنا مشينا عقدنا ورديناه في حالو، مي طلعنا هنا الحبيب ديالي مني لا ينقلب لا ينقلب لا ينقلب لا ينقلب، عا ورديناه مبغاوش يدخلو هنا قالوا لنا ما عنده والو، عا ردوه ردوه في حالو ما عنده والو، ردوها في حالو. واش انا ابني لا يموت ولدي لا يموت الحبيب قلبي في يدي، وانا ماشي نخليه نقلو الصدى باش نقلو، رديناه ما بغاوش يدخلو هنا رديناه في حالو، بقينا هنايا ملي ينطلق صدى هزيناه عبيناه نطلب بالفلوس نطيطوان، نقول لهم الله يقول فيها من الحق ولدي لا يموت الله يقول فيها من الحق، نقول لهم انايا قولي عالي برا قولي واحد اللي برا يرتدبني شي حاجه، قالوا لي ابنك يهزو ما عنده حتى حاجه ما عنده حتى حاجه يهزو في حالو يهزو في حالو، وحنا الله يقوس الحق حنا الله يقوس الحق، وانا ولدي لا يرد الدم لا يرد الدم عن قلبو، وعطوني عن شرب انا عطوني عن شرب عطوني عن شرب عطوني عن شرب ويعرق عليه ولد والحراره في الحبيب ديالي، ومشتاق له لا يطير كم انا لا يطير ويجينا في الرهبه الحبيب ديالي، وشنا قيل انا نوجدي لي احترق قدامي وانا نحترق قدامو، شنو قيلو الحبيب ديالي الله يرضى عليه. السلام عليكم، انا فضل ازرهون، هذا السيد اللي توفى ابراهيم ازرهون
الراجل بالأخت ديالي، عطوني السبيطار الشاون. أنا ما كنتش مع تماك، كانت مع الأخت واحد السيتا هو معاهم، كان هبطوه وطلعوه وهبطوه. ملي جيت أنا مشغول لقيت السيد كيتوفى هنا في الدار. السيد زاد عليه قد ما كاين زاد عليه الحال. جيت عندو قلتلو صافي يلا نهبطو للسبيطار، قال لي لا أنا ما نرجعش لديك السبيطار هذاك. أنا سباق لي هوت وهوت وما عملوا معايا حتى حاجة. أنا صافي غنبقى في الدار ديالي. قلتلو صافي غنطلعو للطبيب ديال الخاص، غنطلقو للطبيب ديال الخاص. طلعنا للطبيب ديال الخاص، طلعنا لتطوان، وصلنا تماك للطبيب ديال الخاص المستعجلة، دخلوه ديرك ديرك السيد كينطلق والعادة والحرارة والسخانة فيه. ديك الساعة دخلنا السكانر، دوزو السكانر. ملي دوزو السكانر جبرو له البطن ديالو، المصران مقطع في وسط بطنه، وسط بطنه مقطع على المصران. ديك التقطع وداك الشيء مع داك الماء اللي كان كيعطيوه يشرب وديك الدواء اللي خرجوا له هو اللي كان زاد يأثر عليه. موراها ملي عيطونا للطبيب اللي جا د العملية، ملي جا ودخلنا العملية وداك الشيء بقى فيها شي 5 ساعات في العملية. ملي بقى فيها ديك 5 ساعات ملي عاود خرج قالنا السيد فات فيه الفوت، تعطلتو به فوقاش وقعت هاد الحادثة. قلنا له في 10 الصباح، قلنا في 10 وصلتو حتى دابا؟ قلنا له لأن حنا مشينا للسبيطار ومشينا وقالوا لنا ما فيه والو، هما اللي كانوا يخليونا نبقاو جالسين تماك في الدار. قالنا السيد مزير كان فات فيه الفوت لأن كان خاصو داك الوقت هذاك يجي. أنا تقطعت له المصرانة وداك الماء اللي كان يهوت كيصفي له وسط بطنه، ما كانش كيعطيه نقولوا شي ما كيخلاش داك الماء يصفي له النبوله ديالو او داك الشيء ماشي طيار الماء او بحال داك الشيء، كيوقع له في وسط بطنه. داك القي كيطلع داك القي كامل كيرجع، زيد كذلك الدواء كانوا عاو كيعطيوه له وهي داك الشيء كامل كيوصل له عند بطنه كيرجع. مثلا عوض ما يعطيوه الدواء ضد الدم، مثلا يتمشى له في الدم وداك الشيء، العكس عاطينا الدم يشربوا مع دقمه هو داك الشيء كامل كيرجع. قلت لك ملي مشينا عندك الطبيب الخاص قالنا بان السيد فات فيه الفوت، يعني صافي ما كنت ديك الساعه كنت ولا تجيبوها لي نقدر ناخذو، اما دابا اللي عطى الله عطاه. الرساله ديالنا حنا السبيطار محمد الخامس ما خدامش بالمره، ماشي هذه اول حاله او لا ثاني حاجه، كنشوفو دائما حنا ولاد الشعب هنايا وكنعرفوا اللي واقع وكنعرفوا اللي كاين، خصوصا الناس ديال الجبال والناس ديال المسائل هنا ما كيعطيوهمش حتى شي قيمه او شي احترام او شي حاجه. كيجي كيشوف انك انت من الجبال او شي مسائل بحال هكاك كيبقى عاد كيشوفو فيك، كيسبقوا الناس اللي هما عندهم الفلوس او المعارف او داك الشيء. مرحبا زيد انت الاول، انت اللي جيت درويش او شي حاجه تمد بقدمك، يعني ما كاينش اللي عايد تشوف فيك او يدير. الرساله كنوصل لسيدنا الله ينصرو، هذا الشيء اللي نقدر نقول لك. اما اللي عند هنا الناس اللي كاينين هنايا ما كاين حتى حاجه من الباب وانت داخل، ما كاينش اللي عقل عليك. هذا الشيء اللي كاين، تدخل من الباب ديال السبيطار وانت داخل، الا حتى داخل كل شيء ما خدامش. كان عندك باش توصل انت عاد وصل، ما كانش عندك من احسن تمشي بحالك او تبقى في الدار تموت او تشوف من اللي عادي يوقع لك. هذا الشيء اللي كان، الله ياخذ فيهم الحق، وهذا الشيء اللي عطى الله. هذه البهيمه اللي ضربت السيد ابراهيم ازرهون، هذه البهيمه ديالو انا يعني ما عندي منع من يعني استسلمت. السيد كنشوفو قدامي يعني كيرد الدم وهاديه، وهما كيمشيو يجيو قدامك واحد بالعسكريته تما، ما كاينش شي طبيب ولا شي حاجه. صافي الطبيبه بحقات مشى معاك تسكي وهاديه، معاك يرد الدم وهاديه وكيرجع عليه الماء بكثره الحراره وكثره يعني الحريق. حتى انا غنعلق له صويرو، علقت له واحد علقت له صويرو صافي كاسك صويرو داغيه، فهمتي؟ تسالى ما زدتش عاد تشوفو فيه. مره جينا قلنا له تسالى صويرو اجي تشوف شي حاجه لهاد النوع هاديه، قال لك ها السيد ما عنده والو. وهذه خرجت تقارير يعني كالراديو يعني من اللي مشينا وجبناه شافو، قال لك ما عنده والو. السيد يعني يمكن شي ما عنده والو، السيد كيسمى مضرور بزاف، انت عارف يعني انت كتشوفو قدامك ملح يعني مسيب كي طيب الدم كي يعني كيرد بزاف. صافي قال لك هذايا نكتبوا له كتبوا لنا شي دواء، هذه في واحد الورقه قال لك مشي شري واحد الدواء هذايا وهو غيشربوا وما غيبقاش فيها الحريق. المهم حنا صافي قلنا على الله يعني كيسمى فرحونا بك الخبر هذاك، ولكن ملي مشينا شرينا الدواء واعطيناه له بدا كيردو عاود، يعني ما كيستقبل لا دواء لا ما لا ماكله لا حتى شي حاجه. صافي كي الساعه داك المهم طلعنا حنا في حنا، عطاونا الورقه الخروج طلعنا في حنا. ملي توصلنا للدار انا وصلت للدار كيسمى قلت غنرتاح شويه، طلعت يعني انا الجار ديالو قريبي والعموم ديالي، ملي وصلت للدار وهذه قلت غنرتاح شويه واحد الساعه برات الطفله ديالو بنته فاطمه بقى صغيره
وصلت قالت لي عمي قلت له شنو؟ قالت لي بابا باقي كيغوت يعني الحرق بزاف وهذه. قلت انا كنجري قلت انا عنده جبرت السيد يعني قلو عنه يعني بكثره الحراره ما فاطنشي ما قلو عنه هذه صافي. انا بيدي عيطت نفس الطوموبيل وعيطت له وبطنا كيسمى كنجري وانتما وصلنا تما كنقولوا له ما السيد باقي نفس الحرق فيه وهذه انتم كتقولوا لنا ما عنده والو. قال لك السيد قبل عاد كعنا ما عادش نيه ما عنده والو وهذه ما يمكنش ما عنده والو السيد يعني مضرور ما عندي يعني ما عندي ما نعمل يعني كيسمى السيد يعني كنشوفه في كل حاله اي حاجه كان يقول لي خاصني نعملها فهمتي يعني خاصني عكس السيد ما يبقاش فيه كل حرق. انا نقول له تجبد هذه ويطلع هذه ويتجبد ويقول لي الحرق يعني مين قلب هكذا وهكذا اي حاجه كينقلب عليها ما كيرتاحش فيها. عندنا ما نعملو عيطنا للطوموبيل عاود صافي يعني ما بقى لنا ما نعملو استسلمنا مره عيطنا للطوموبيل عاود بلغناه هنايا يعني الدار ديالو. هذه السيد يعني ما لا راح لا نفسيا لا جسديا لا حتى شي حاجه. المهم جاو الاخوان ديالو كالسعدك جاو الاخوان ديالو هذه ايوا وعيطوا كيسمى وقالك خصنا نطلعوه لتطوان للسبيطار الخاص في تطوان. كيف قوزوا لك السعدك السكانير جا قوزوا لك السكانير وهذيا قالك السيد عنده مصران يعني مقطعه مصران مقطعه ومضروب في الريه ويعني كثره يعني الجسم ديالو كيسمى ما بقى فاهم يجمع فهمت صافي. يعني السيد خاصك تعملوا له العمليه خاصك تعملوا له العمليه ويعني كل عمليه يعني ضرد ما نتقص شي ضرد نتقص يعني السيد تعطل توبه يعني المعيشه يعني الطحين باش هذه يعني ولادو باش المعيشه ديالو هذه ما صافي الطحين ديالو هذه ضرباتو انت كتشوف ما كتشوف ضرباته صافي يعني ضربه خطيره ماشي شي ضربه اي والله هذا اللي كاين اخي ياسين ضربه صعيبه.